قالوا محمد رسول الله، خالد خالدياته. اليوم سبحان الله طلع وياي آخر ساعة. على فكرة كانت مجلة آخر ساعة، كان الوالد أول تيلة المجلات، كان أتذكر رئيس تحريرها محمد التابعي، أحمد التابعي، بعدين تغيرت ما شنو صار اسمها، كارلوس يوسف، هي بالثلاثينات كانت. فآخر ساعة، فالله بالقرآن يقول ما لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. وبعدين في آية ثانية، كان أبونا آدم الدسوقي والشيخ وليد الدليمي، يقول أبونا آدم الدسوقي يقول كان واحد شيخ إمام مصري اسمه الشافعي كان يقراها، يقول مسجد السوق الكبير يسألونك عن الساعة، يقول فعد قام له واحد يقول الحج ما أدري المزيني أو حمود المضيان، يقول قال له هاي هدية ساعة لك، يقول كل أنت تقرأ يسألونك عن الساعة. سبحان الله، يعني كان عندهم. وسيدنا محمد وآله صحبه وسلم يقول لا يعلم يعني الساعة لا يعلمها إلا الله، يسأل يعني يوم القيامة لا أمارات الصغرى والكبرى، بس هي يعني سبحان الله. هي الساعة تتكون من كم دقيقة؟ 60 دقيقة، كم ثانية شيخ؟ الله نفس أعداد الأيام السنة. فكم تقدروا تذكروا فيها الله وصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أنا حسبتها الساعة تقدرون تذكرون فيها 5000. مو ذكر واحد كان الوالد بالمنصورية سيد أستاذ مستحمل وزير النواب الشيخ الطريق رفع الصوفية، على فكرة تذكرت الوالد أبو يعقوب رفع كان كالشيخ بالساعات، لأنه كان أول وزير وهذا، وكان أول شنو كانت الساعات خالي حامس سيد رفع وسيد علي، رولكس وكستريشن وسيتيزن مالت مراد بهبهاني، وكانت اللي هي شو اسمها رادو مالت الباتل، وكانت سيكو. سيكو كانت منه مالت اليوسف يمكن. هي على فكرة الساعة الحين تخلوا عنها الناس، صار كلها موبايلات. يعني هي سبحان الله، هي الساعة سبحان الله يعني آخر ساعة. شنو آخر ساعة؟ في حد يعرف آخر ساعة من عمره؟ سبحان الله، من الغيبيات. اي والله، يعني هم الصالحين مثل ما يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكر الواب درس منصوري يقول واحد سأل الصحابة قال له ضمنت الجنة؟ قال له حتى تغرغر، قال له سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهي بين لمحة عين وقلب الله حاله محال. اليوم ربعنا كلهم ساكتين وما يبي يتعاونون مع خالد ايش وخويلد، يعني الساعة ساكتين احنا، الساعة في الملأ الأعلى غير الساعة في الدنيا. اي اطلع باللي عندك، لحظة صمت وتفكر. هي سبحان الله، الوالد كان يقول أنفاس معدودة في أماكن معدودة، يقول الساعة، يقول سأله واحد أبو يزيد البصامي كم عن عدد طرق صفي، قال أعداد البشر، كل نفس تذكره وتقول لا إله اللهم سيدنا محمد صحبه السلام. أنتم شنو أخ أحسن ساعة بعمركم؟ لحظة ذكر الله. الله، أول ساعة ولا كل ساعة ولا آخر ساعة؟ نهايتها ونهايتها إن شاء الله ربنا. العموم الله يرحم أحمد التابعي جاب آخر ساعة، وأول ساعة شنو؟ ينولد فيها الانسان واخر ساعه يموت فيها. أيوة. انتم مالكم اليوم؟ مش مذكرين اولا. المصريين هم حيويه وهمه، واخر ساعه وان شاء الله ساعتكم نهار وليل حلوه، قولوا امين بذكر الله.